السلام عليكم. دلوقتي هنشوف ازاي نعمل رامب لو انا عندي مثلا جراج متعدد الطوابق. اول حاجه اعملها اخش على اليونت واتاكد ان انا شغال بالمليمتر او بالمتر. خليها بالمتر. اوكي. طيب وبعد كده هروح لاي ريفيشن. تمام. هسيب بس الحاجات اللي انا محتاجها. ده واحد ده، وخلي ده مثلا 4 متر، ونخلي ده مثلا 8 متر، ونعمل الدور كمان. وعندنا كذا دور همت. طيب هاجي انا في ليفل 1، ليفل 1 اهوت، وهبدأ ارسم مثلا جراج. وليكن مثلا هبدأ أرسم الفلور الأرضية بتاعتي اهوت. وليكن مثلا الشكل دوت، خليه كبير. وقول هنعمل الأعمدة. دلوقتي الفلور بزار عندي، هخش في البيورنج وهنزل لسالب 2 متر، واقول له في في، واقول له زر لي الفلور. ده الفلور هوت. طيب محتاج ان انا احط الاعمدة تحتي، وليكن الستراكشر كولوم هو محطوط هنا الديبس. اقول له لا، خليه الهاي لحد الدور التاني. أقول بقى أحط مثلا، أنا عايزين عمود غير دوت، أقول له لود فاميلي، وهقول له ستراكشر كولوم مثلا بالشكل دوت. وليكن مثلا في عمود أول. وهقول له أنا عايز أري مثلا 6 أعمدة، ودي أول نقطة ودي آخر نقطة. حطيلي الأعمدة اهيت. طيب ممكن تاخد ده كده كوبي وتقول له أري، وتقول له نفس الكلام برضو 6، وتقول له من أول نقطة لآخر نقطة بالشكل دوت. طيب ممكن نعمل سيلكت كل دوت، وهقول له كوبي، وبعد كده هقول له بيست لسيلكت ليفل. هختار كل الليفلات ما عدا ليفل 1، وبعد كده اقول له اوكي. وبعد كده اخش في 3 دي، الاقي كل الادوار اتعملوا بالشكل دوت. ممكن نلغي الاعمده اللي فوق او نرسم سقف ليهم اهو بالشكل دوت. طيب خلينا نيجي عند ليفل 1، هقول له انا عايز اعمل رام اهوت. اقول له انا عايز اعمل رام بالشكل دوت اهو. ممكن تعمل حاجه بالشكل دوت. طيب احنا عايزين نخلي الرام يكون كبير، ممكن اقول له باوندري، وهرسم الرام اهوت. ده من ليفل 1 ليفل 2 ماشي. واقول له اعمل لي اوفست 3 متر مثلا اهو، واقول له دوت خليه لحد هنا وخليه لحد هنا. وهقول له الراتر بتاعي من هنا لهنا ومن هنا لهنا. اقول له اوكي. تعال نشوف السي دي عامل ازاي. نقدر نعمل سيلكت عليه. اجي اعمل عليه سيلكت واقول له كوبي، وبعد كده هقول له بس سيلكت ليفل، واروح مختار الليفلات بتاعتي واقول له اوكي، وابدا اشوفها في السي دي تظهر معايا بالشكل ده. طيب خلينا نعملها بشكل اخر، نلغي دول وبعد كده ادخل على ليفل 1، واقول له انا عايز ارسم فلور، واروح اقول له انا عايز الفلور ديت تبقى بالشكل دوت اهيت.
وبعد كده هقول له اوفست بمقدار مثلا 4 متر، واقول له خليها حد هنا، خليها حد هنا، واقول له قفل لي على الفلور بالشكل دوت. وبعد كده هقول له اوكي، وبعد كده هقول له موديفاي، ودول اخليهم على 4 متر. هتطلع معايا بالشكل دوت. يبقى دوت هعمله سيلكت وانا في ليفل 1، اقول له كوبي، واروح اقول له الاين تو سيلكت ليفل، واختار الليفلات بتاعتي اوكي، واشوف 3D يظهر معايا بالشكل دوت.